الشيت ده هيعلمك لو في توصيلات سيريز ولو توصيلات بارلل ولو شغلت المضخه بسرعه مختلفه. يبقى انا عايز اوصل للفلو ريت معين عشان اقدر المضخه بسرعه مختلفه. انا بقول لك ايه؟ ما اعرفش السكشن بتاع المضخه. اول مساله هي مساله بسيطه جدا، وهو بيقول لك لو السرعه لو عمال المضخه بتاعت 3 متر كيوب بير ثانيه والهرد ب 6 متر. عاوز تحدد لي تقريبا الكاتيجوري اللي تقع فيها المضخه دي. يعني احنا عندنا 3 كاتيجوري اساسيين في الجامعه وهما طيب احنا لو قدرنا مين اللي بيحدد القيمه دي هندسه؟ فاكر لما قلنا ان في حاجه اسمها سوسيتي سبيد في البامب والكيبلز؟ هي دي اللي تقدر تحدد لي اذا كان البامب اكسل ولا اكسل ولا غيره. فانا لو قدرت اجيب القيمه في السبيسيفيك سبيد هقول ان اس بتساوي ان ازمه كيو على زد اس كام؟ 5 على 4. هتلاقي ان 3000 والفلوريت 10 والهيد مقداره 6. تقدر تجيب من هنا السبيسيفيك سبيد هتطلع حوالي 300 وشويه. 300 وشويه دي هتقع في رينج مين؟ فرنج الاكسل، لان الاكسل من 100 ل 450. الاكسل من 100 ل 450، وبالتالي الرقم ده هيقع تقريبا هيبقى 300، مش عارف مش فاكر 340 حاجه كده. رقم تاني ما يقع من الرقم هو 300 وشويه. ف 300 وشويه ده يعني يقع في حيز اكسل بامب. يبقى المضخه هنا الانسب انها تكون ايه؟ اكسل بامب. طيب دي مساله بسيطه جدا عشان احدد لك بس نوع البامب اللي انت شغال ايه؟ تعالوا نروح ناخد المسائل بقى اللي فيها برفورمانس كيرف وبيوصف لك السيستم بشكل ما. خلي بالك هنا المسائل بسيطه جدا وسهله، مش هنخش في تفاصيل حسابات معقده. تمام، هو بس انت هتطبق القوانين ولكن تكون فاهم كويس انت بتعمل. المساله دي هو بيقول لك ان انت عندك مضخه، المضخه دي البرفورمانس بتاعها هو يديك الفلو والهيد والافشنسي. خلي بالك بعد اذن ماشي شويه ملاحظات ممكن يخلوا المساله بالنسبه لك في مشكله في الحل. فرق الاليفيشن 5.5 متر، يعني انت بتطلع مليون الخزان فرق الاليفيشن كام؟ 5.5 متر. بعد كده طول الماسوره اللي بتنقل الميه 20 متر، قطر الداخلي للماسوره 100 متر. الفريكشن فاكتور بيقول لك مباشره بكام؟ 5 للحل. هنا قال لك اهمل الماين والروس كلها، يعني مفيش ايه؟ مفيش الكيج خلاص. بيقول لك هات لي الفلو والهيد والبريك باور بتاعت المضخه في التشغيل لما تركب على السيستم ده. احنا اتفقنا ان احنا عشان نقدر نجيب نقطه التشغيل بنعمل ايه؟ بنرسم حاجتين. بنرسم البامب كيرف، والبامب كيرف هم مديهولك، يعني انت مش مفيش اي تغير ولا اي حاجه تفكر فيها. هو انت بس هترسم الارقام، يعني ادي الان الكيو وادي الهيد وادي الافشنسي. يعني كل اللي انت هتعمله هتروح راسم الكيرف ده. حد يعرف يرسم الكيرف اللي ما كان وقت اكس ادي كيو وادي ايه؟ وادي الهيد. خلاص؟ ويستحسن الاكس الثاني تحط عليه مين؟ افشنسي. ليه ما بحطش كلهم على اكس واحد؟ يعني ممكن واحد يقول لك يعرف يحط ده الهيد والافشنسي عادي، بس انت لو بصيت للارقام هتلاقي في عدم تناسب. ليه بقى؟ بص الافشنسي بكام؟ 4 من 10 6 من 10 صح؟ طب الهيد بكام؟ ب 10 متر 8 متر. وخلي بالك المضخه دي اصلا صغيره. انت لو عندك مضخه اكبر من كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي مثلا الهيد بيوصل ل 20 متر. هتخيل انت السكيل عندك 20 متر. تمام كده؟ يعني انت عامل سكيل لحد ما توصل ل 20 متر وعاوز تحط رقم الضرب 4 من 10 هتشوف مش هتشوف الفاريشن اصلا اللي بيحصل فين؟ الافشنسي. عشان كده دايما بنحطه على اكس ايه؟ اكس مختلف. تمام؟ المهم لو جينا رسمنا الاضافه بين اتش وكيو وليكن افرض انها تطلع كده. يبقى دي كده علاقه الاتش بالكيو. علاقه الافشنسي بالكيو هتبقى وليكن بادئه من الزيرو وطالعه هنا وايه؟ ونازله.
دي كده الافشنت. دي كده يعتبر كل اللي انا عملته ما الا ان انا رسمت الجدول بس عشان كده. طب فين السيستم كبير؟ مش احنا اتفقنا السيستم كبير بدون معادله؟ حد فاكر معادله؟ فاكر لما كنا بنقول لو انا عندي ريسيفوار بنقل الميه من ريسيفوار لريسيفوار كان في معادله صح؟ المعادله دي انا بنوه عليها للمره الثانيه ان المعادله دي في حاله سبيسيفيك. يعني ايه حاله سبيسيفيك؟ الحاله السبيسيفيك هي بيكون حضرتك بتنقل من خزانه لخزانه. طب هل كل المنظومات ناهيك عن الماده والامتحان، هل كل المنظومات من خزان لخزانه؟ فاخطر حاجه احنا عملناها في الكليه هنا هي النافوره. النافوره دي انت بتسحب من مكان وبتطلع الميه على جت على نوزل كده صح؟ هتلاقي في ميه طالعه. هل ينطبق عليها المعادله دي؟ تمام. اللي هو عارف جدا؟ لا. ليه بقى؟ حد عارف ليه؟ لو انت عندك الحته دي ليه؟ لو انت عندك خزانه اهو وادي المضافه وبرمي على نوزل ففي ميه طالعه مقفوله. لو جينا طلبنا الانرجي كويشن ما بين نقطه الدخول اللي تحت واحد وبين نقطه الخروج هنا عند النوزل سميها ايه؟ عند النقطه بتاعت الدخول بالظبط هتلاحظ ايه ده؟ هتلاحظ ان في واحد على الرمل وفي عندك في واحد سكوير على الجي وفي كده مثلا عندي ايه؟ دلوقتي الكلام ده زي الجدول بتاع مين؟ بتاع الامر. الكلام ده بيساوي 2 على جنب زائد 2 سكوير على 2 جي زائد الكونفيجن عند 2 زائد الايه؟ القصص اللي بتحصل في الواحد. عند واحد خزان حط الصوره على مش موجودين. فرق الفيجن ده معاك كل معاك ده المفروض يخش. فده معاك وده معاك. اسف ده معاك وده معاك. لما انت تيجي تحكي في الميه عن نقطة ايه؟ مش المية دي بقى خارجة للأتموسفيرك؟ يعني الضغط بتاعها ايه؟ زيرو فيكشن. الخطأ هنا بقى في قيمة للسرعة هنا ولا لا؟ كي في طبعا ولا تهم. عارف ليه؟ لأن أصلا هي دي اللي بتطلع المية لحد الليفل اللي أنت بتحدده وتنزل تاني. تمام؟ وبالتالي هنا ما ينفعش أعتبر الكاينتيك انرجي عند النقطة بجانب زيرو زيرو صح؟ حد مش واخد يقول لي انت عامل فين في عند ال اخر نقطة فوق خالص بالمنطق انت طالع 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 المايه بتوصل لنقطة وتنزل ده معناها ان هنا عدت بنقطة انستنتينيوس السرعة عندك كام؟ زيرو صح؟ النقطة دي هنا اللي هو عم حصل كفاءة تمام؟ فانت لو طبقتها بين واحد والنقطه بتاعت فوق يبقى مفيش ايه؟ مفيش سرعه. الهدف من كلامي ايه؟ الهدف من كلامي ان معادله الانرجي ريليشن معادله عامه تقدر تطبقها في اي منظومه. اهم شيء انك انت ما تقعدش تشطب وانت مش عارف انت مشطب ليه؟ احنا بنشطب في الخزانات لاسباب احنا قلناها ان الخزان ده مفروض يبقى اتموسفيريك والخزان ده مفروض يبقى اتموسفيريك فمفيش جيج بريشر هنا ومفيش جيج بريشر تمام. ده برضه الصفوات يعني مفيش سرعه هنا مفيش سرعه هنا. لو اختلفت الظروف ما ينفعش تطبق نفس المعادله صح كده؟ يبقى نرجع بقى المرجوع. احنا هنا عندنا حاجه بسيطه جدا تمام؟ الحاجه دي هو ان انت عندك خزان بيرمي على خزان بس. هنا المعادله عباره عن ايه لو حد فاكر؟ ان الهيد سيستم بيساوي فرق الانفيجن زائد الار كيو سكوير صح؟ فرق الانفيجن ده اللي هو كام؟ اللي هو 5.5 متر. طب الريزيستنس حد فاكرها؟ حد فاكر قيمة الريزيستنس دي كنا بنجيبها ازاي؟ ها؟ كان اف في ال على دي زائد سمشن الكي معلش يعني خدنا على قد عقلك. انا احب اكتب المعادلة عامة واحب اغير الايه اللي مش موجود. ليه؟ افرض جات لك مسألة نفس المسألة في الامتحان وراح حاطط لك كام رقم تمام؟ للاسف اللي بيحفظ هو اصلا ما عرفش مش فاهم. هيكتب القانون ويرجعه.
طيب المهم فانت عندك اف في ال على دي زائد في ايه؟ زائد سمشن في ايه؟ بعد كده عندك ايه؟ هدي افتكر معاك 8 على باي سكوير دايمتر اس 4 في عداله الجاذبيه. لا ما هو اللي احنا طلعناه ايه؟ في السكشن اللي قبل اللي انت هتلاحظ ان انت عندك الفريكشن فاكتور دول عندك ال دول الماسور عندك القطر القطر الداخلي الماسور الكي هنا احنا قلنا اهملناه ادي القطر الداخلي الماسوره رفع وادي دي باي ودي عندك الحزمه الارضيه معاك فهتلاقي كل ده معاك خطيه يبقى الريزيستنس دي بقت معاك يبقى عندك المعادله عباره عن 5.5 زائد رقم في كيو سكوير نقدر نعمل من المعادله دي المعادله دي هتبقى عباره عن اتش سيستم بتساوي 5.5 بلس الرقم بتاع الار كيو سكوير نقدر نعمل جدول السيستم ولا لا؟ الجدول ده احنا فاكر كان بيتعمل ازاي؟ كنا بنقول كيو قدامها هيد بتاع السيستم هناخد كيو بصفر مره الاحسن الاحسن انك تمشي على الكيوهات اللي هو ايه؟ اللي هو الجرافيك الجرافيك ده الاحسن. فزيرو مثلا هو هنا من زيرو 10 20 30 وهكذا يعني. عند الزيرو هيبقى كام؟ 5.5 عند ال 10 تجري تحط ال 10 في المعادله يطلع لك ايه؟ الهيد. التركات اللي في المساله هي مش تركات. هي مش تركات بمعنى ايه؟ لا فكره ولا حاجه. هو ايه اللي ممكن تقع فيه في المساله؟ اولا نركز ان هنا مديك الطول بالمتر ومديك هنا القطر بكام؟ بالمتر ده اول ايه؟ اول حاجه نخلي بالك من الحاجتين ثاني حاجه ودي مشكله اللي في ناس كتير قوي بتقع فيها واللي بيقع فيها بيلاقي مشكله وحيده بتقابله وهو بيحل عشان كده اول ما تلاقي المشكله دي عندك تجري تدور على مين على بعداد يقول لك انا مسحت الجنيه رسمت الكيرف يعني احنا لو جينا رسمنا الكيرف ده هيطلع من هنا هيطلع من 5.5 اهو ويطلع كده مثلا ده كده السيستم ده كده السيستم بتاعي يبقى دي خلاص نقطه الاوبريشن وادي عندك حد الفلوريد بتاعك ده في الاوبريشن وادي الهيد اوبريشن اللي هو طالبه وتطلع تجيب الكفاءه بكام؟ ده المسافه ممكن واحد بقى يجي كده يقول لك هندسه صغيره بس يعني انا لقيت الكلبين مش هطلع لقيت الكلبين مش هتعرف يعني من الاخر كده بقى الكلب ده عامل كده مثلا او بلاش ممكن يكون لازم ممكن يجي في حته وايه وما يقطعش اصلا ده مين اللي ممكن بقى بيجي يتخبط في الوحدات وهقول لك على المشكله اللي انت بتقع فيها وهحاول احسسك بالارقام تطلع شكلها عامل ازاي بص كده معايا الوحده دي باللتر لكل سالب صح؟ طيب المعادله اللي احنا استنتجناها دي او اللي طلعناها دي وجبنا الريزيستنس كتبنا الكلام ده حطينا القطر ايه؟ حطينا عامل الجاذبيه ايه؟ ها؟ صح على السالب يعني سالب وحطينا الاطوال كلها بالمتر صح؟ هل منطقي ان انت بتعوض تعوض باللتر؟ صح كده؟ يبقى المفروض تصرفه من اللي انت حاطط 10 ده وانت بتيجي تكتبه جوه المعادله تعمله ايه بقى؟ 10 على 1000 لكل ايه؟ لكل سكوير عشان يبقى المتر بير متر كيلو جرام ايه؟ سكنت عشان يبقى المتر مع الابعاد بتاعتك المتر وسكنت مع السكن. طيب انا هتخيل معاك انك غلطت وما عملتش ده. انا عاوزك تتخيل اللي انا لو فرضنا الرقم ده بستة هو تاني رقم عارف الرقم ده يطلع كام؟ حد عارف يطلع كام؟ تقريبا كده حاجة ولا هيطلع حاجة ولا اطلع 6 مليون عارف ليه؟ ليه بقى؟ المفروض حضرتك تقسم الفلوس على 1000 واوعى تنسى ان في سكوير كمان في القانون فلما تقسم 1000 ها؟ يبقى 1000 سكوير صح؟
يعني الرقم ده كأنك ضربت في في سلكة في 10 أس سلكة. فتلاقي الرقم ده مثلا إيه؟ 5.5 واحد واللي وراه 6 مليون. تمام؟ طبعا العمر ده لو عملت سكيل من هنا لحد المبنى المطرية مش هيجي. تمام؟ ومش هيبقى قاطع على فكرة. تمام؟ عمرها ده أنت نقطة أهي ونقطة فوق كده. تلاقي نفسك خلط هو مثلا يديكوا قيمه بال 100 كيلو في الاور تروح انت حاططها زي ما هي حاطط غلط بال 100 كيلو في كل سنه زي ما هي يروح حاطط غلط بال 100 كل 100 كيلو تروح انت حاططها زي ما هي. خلي بالك انت عوضت هنا بايه؟ ها؟ عوضت بال 100 والسنه يبقى ده لازم بايه؟ بال 100 والسنه. بس وانت بتحطها جوه المعادله ها تقسم على 1000 وخلي بالك ال 1000 دي بتتقسم جوه عشان ممكن واحد يقول لك ايه 10 سكوير على 1000 لا هي 10 على 1000 كل ايه كل سكوير عشان السكوير على الكيو كلها انت الكيو في الاول لا ولا ساكت ايوه هي مش 1000 بس لا هو دي مش عارف دي لتر ما انا عاوز اقول لك لتر مكعب لتر فاللتر هو 1000 يعني 1000 لتر يديك ايه؟ يديك 1 لتر يبقى احنا من هنا قدرنا نجيب الفلو والهيد والقفش ايه المطلوب الثاني؟ بريك باور بريك باور ده قانون هو عباره عن الضغط في الهيد والكيو على القفش بتاعتك معاك معاك الفلو معاك القفش والجامعة دي كام؟ ها؟ 9.8.1.0 اللي هي راجية يعني. كان عايز كده واحد 4.10. يبقى هنا الرو في جي كام؟ 9.8.1.0. في الآخر خالص البريك باور بيطلع بإيه؟ برقم. دي مسألة مهمة ما زالت مهمة. طيب تعالوا ناخد مسألة فيها فكرة شوية مختلفة. وهي عملية بقى السيريز والبارل وكده حاجة بسيطة بقى هي سهلها عليك أكتر من المسألة اللي فاتت بس فيها فكرة زيادة شوية هي مش فكرة يعني أصلا حاجة جديدة غير المسألة اللي فاتت وهي موضوع التوصيل بره سيريز وبره هنا المهم يديك برضه نفس الجدول الدي كيو بس هنا بالمتر كيو بير سكند ومديك الايه والايه والايه طريقة عرض الداتا نفسها في المسألة كانت مختلفة شوية. بيقول لك إن أنت بتنقل مية من ارتفاع 102 متر ل 135 متر. تمام؟ يعني فرق الارتفاع كام؟ 135 ناقص إيه؟ ناقص 102. طيب. القطر بتاع الماسورة القطر الداخلي للماسورة 350 متر. طبعاً للأسف في ناس كتيرة بتغلط في الحتة دي. المعلومه دي بالنسبه لك انت مش هتستخدمها طبعا بالنسبه للناس اللي الناس بتستخدم المعلومه المساله لو مشكله ليه؟ لانك لو رميت عينك تحت هو بيديك الاتش فريكشن في الماسوره وفي الفيتنج يعني عارف القيمه 550 دي هي الار يعني هو مديك الايه؟ بيديك الار فانت هتعمل له الدور ولا صح؟ وبالتالي القطر الداخلي بتاع الماسوره انت مش محتاجه حاجه هو مديهولك هنا كده زياده فانت مش هتستخدمه تمام ولو حاولت تستخدمه للاسف انت مش هتلاقي حد اصلا تستخدمه معاك ليه؟ لان في طول ماسوره هل في طول ماسوره؟ هل في فريكشن فاكتور؟ هل في سبميشن كي ولا في اي حاجه من دول موجوده؟ وبالتالي انا مش محتاج اصلا الكفر بتاع الماسوره ده مش بالنسبه لي مش عارف ليه هو مديك ايه بقى؟ مديك الماين بوست والاحلام والبيبر بوست فالميجر بلس هو البايب لاين اللي هي 550 كيلو سكوير والفيتنج او المايبر انا اسف مش 5 50 50 كيلو سكوير ايه المطلوب؟ المطلوب الاولاني زي المطلوب بتاع المره اللي فاتت اللي هو عارف الاوبريتنج بوينت بس
ساعات يسميها اوبريتد بوينت، ساعات يسميها الجوتي بوينت، هما الاثنين ايه؟ نفس المعنى. طيب اجيبها ازاي؟ اولا انا عندي المعادله زي ما كلنا عارفين الاتش شاست بتساوي ايه؟ بتساوي فرق الاوبريتد زائد الار كيو سكوير. الكلام ده فرق الفيجن كام؟ 135 ناقص 102 اللي هي يعني 33 متر. الكلام ده زائد ايه؟ زائد الريزيستنس اللي هي 550 كيو سكوير زائد 50 كيو سكوير بتاعت الايه؟ بتاعت الميه. يبقى المجموع كله كام؟ يبقى انت عندك الكلام ده بيساوي 33 صح كده؟ زائد 600 كيلو سكوير. دي كده المعادله ايه؟ بتاع حضرتك هتقعد يعني في الجدول. طب الجدول نعرف نعمله؟ سهل قوي الجدول. ادي الكيو مع الجدول. كيو هحطه مره بصفر، مره بخمسه بالمية، مره بواحد من عشره، مره بخمستاشر بالمية، مره باتنين من عشره، ونعوض. فمره هيطلع 33 اللي هو عند الصفر، وعند 5% تعوض تجيب لك ايه؟ تجيب لك بيت الجدول بتاع السيستم. نقف نرسم زي ما رسمنا المره اللي فاتت، عندك كيو وادي الريد وادي الافشنسي على الاكس التاني زي ما اتفقنا. البرفورمانس كيرف بتاع المره بتاعتي وليكن اقول هيطلع منها يبقى ده كده الاتش كيو كيرف بتاع المره. والسيستم كيرف ادي مثلا وليكن بتاع 33 وادي شكل الايه؟ السيستم بتاعي. شكل الاستشنسي اهي. ده كده الاستشنسي بتاعي. هذه كده كيو في حاله الايه؟
الاحاسيس بقى التقاطع تم فيه نقطه كام بقى صح؟ ايه؟ تنزل تجيب كيلو يجيلك كيلو في حاله السيلز. لو انا هسال سؤال واتكلم هقول في الحاله اللي احنا رسمناها لقيت على المساله دي على المساله مش ملاحظ ان تقريبا الكيلو دي قريبه قوي من الكيلو صح؟ ليه؟ اللي طلع من السين والكيلو اللي طلعت من الفرن في فرق ما بينهم ولكن الفرق مش ايه؟ مش الفرق الكبير يعني. فريت فلايت. ليه بقى؟ احنا قلنا في حاله البرنت بنستخدمه مع اللو جدا صح؟ والسيريز بنستخدمه مع الهاي ها؟ مع الهاي هيد الكلام ده عندنا في الامتحان انتوا بتتكلموا صح ولا غلط؟ الكلام ده في الامتحان والله لما هنا الكيرف بتاع زي ما اسامه قال ان هو جاي متوسط يعني هو لا جاي تحت الهاي فلو ولا جاي تحت الهاي هيد صح كده؟ علشان كده تقريبا الفلويد قريب صح؟ وعلى فكره بص كده معايا في نقطه بيتقاطع فيها اصلا البارل مع مين؟ مع السيلز. في نقطه بيتقاطع معاها البارل مع السيلز وانا ملاحظ ان النقطه دي فين؟ متوسطه في الفلو متوسطه في الهيد علشان كده لما السيستم هيد بتاعي السيستم هيد بتاعي وقع في منطقه مدرية الفلو لقيت ان مفيش فرق هيطلع كبير لو انت ركبتها مره سيريز ومره بره. حلو كده؟ على فكره السؤال ده ممكن يجي لك في الامتحان بشكل غير مباشر. بمعنى ايه؟ ان هو ممكن ما يطلبش منك الحاجه دي او ما يقولكش بالصيغه اللي انا بقولها لك، يقول لك ايه؟ يقول لك والله احنا مره ركبنا سيريز ومره ركبنا بره. تمام؟ احكم لي اركب في الواقع لو انا عاوز اطبق اخلي الفلويد كذا سيريز ولا بره ليه؟ فانت في الاخر لما دي يطلع في القيمه عند التقاطع بالظبط يعني الفلوريت هنا هو الفلوريت هنا يعني في سيريز هو في البرد ساعتها مش هيبقى في جدول يعني ايه مفيش جدول؟ يعني سيريز ولا برد مش فارقه كتير بس انا هقول لك على حاجه بقى انا لو انا هقول لك الصح ودي الاجابه اللي المفروض تكتبها هي الاجابه اللي انا مذاكرها انا لو مكانك هختار البرد عشان الهيد الكافيتيشن عشان الكافيتيشن خدت بالك السؤال ده في السنة يعني هما الاثنين نفس القيمة يعني الاثنين نفس الفلور اللي انت طالبه فانت مثلا طالب 50 دي هتطلع لك 50 الاثنين مع بعض سيريز هيطلع لك 50 والاثنين بره البابا هيطلع لك 50 هما الاثنين واحد فممكن واحد يجي لك الكلام بتاع المناخ تفرق معاك انت هتكون مع بعض ولا مع بعض مش هتفرق معاك بس هيفرق معاك في الكافيتيشن يعني انا لو هبص ابص لها بقى من وجهه نظر مين؟ ابص لها من وجهه نظر الكافيتيشن تمام؟ فهنا نقدر نجيب التوسط ونجيب ايه؟ ونجيب الهيد ونجيب كل حاجه. المطلوب الزياده هنا في المساله هو طلب منك يقول لك الباور في حاله تركيب المضخات بره يبقى ايه؟ يبقى كده. قانون مثالي هندسه بتاع الباور. جاما في اتش في كيو على الفشل. ضمة دي معاك والهيد والفلوس تطلع بره الافشنسي ده اللي فيها مشكله ليه بقى؟ ركز بقى معاك في الجبل ده البرد تقاطع مع السيستم هنا صح؟ هل حضرتك هتطلع تجيب لي الافشنسي ده؟ لا ليه بقى؟ كيف الافشنسي ده لسنجل بامب ولا ايه؟ سنجل بامب البامب واحد علشان كده لو عاوز تجيب الافشنسي بتاعت المضخة في الحالة دي هتقسم التدفق اللي خارج على كام؟ على 2 ليه بقى؟ بص كده ادي مضخة وادي مضخة
احنا اتفقنا ان المضخه الكفاءه بتاعتها اذا فانكشن في الفلويد بتاعها صح؟ طب هو الفلويد بتاعها هو الفلويد ده ولا نص الفلويد ده؟ نص الفلويد ده لو الرقم ده وليكن يعني طلع 2 من 10 يبقى انت بتروح للكفاءه عند كام؟ عند 1 من 10 اللي هو نص الطلاق. او في ناس تعمل حركه حلوه جدا ولا بص بقى هو الكلام ده يمشي خط افقي كده هيطلع له نص التدفق. مش احنا اصلا كده كده عاملين دبل كتف الفلو اساسا؟ فلو طلعت الدنيا كفايه هتلاقي اقسم التدفق تحت ايه؟ خش خط افقي. خط افقي مش يعني مش كده هي جايه بين ان احنا من البدايه لو انت فاكر احنا عملنا دبل كتف الفلو عند ثبات مين؟ ثبات الهيب. فانت تقدر تاخد الموضه دي وتثبت الهيب وتطلع تجيب مين؟ الافشنسي. هي هي بالظبط لو انت حسبت التدفق على الفلو. يعني انت لو مشيت افقي كده ودي 100 ودي انا اسف دي 2 من 10 تلاقي 1 من 10 تمام؟ طيب ده كده لو انا عاوز اجيب الباور بتاع يعني بتاع المضختين بتوعي اللي شغالين فيه في المنظومه. طيب تعالى ننتقل الى فكره ثانيه تمام؟ واتش تو بوكس دي يعني الواتش تو بوكس ده بيسموه فلات سيستم كيرف.
فلو انت فعلا جيت ركبت سيستم سيريز وبره بره برضه مش هتبقى كومبليكيت، بس هتبقى قريبين جدا من بعض. فاهم يا عم؟ يعني لو الرقم كان 100 ومش هيبقى بره، بس هي 100 مثلا، هي مثلا 195 190 فاهم؟ بس مش هيبقى ايه؟ مش هيبقى قليل زي ايه؟ لو الجد عادي. تمام؟ فده منظومه من المنظومه بيسموها فلاكس سيستم. تمام؟ ده انا بقول فرق ديفيجن كبير جدا والبوسس قليله قوي بالنسبه لفرق ديفيجن. طيب تعالوا نشوف فكره ثانيه. عشان السيستم كيرف نفسه، السيستم كيرف نفسه عكس خلاص الريت. قالوا كده؟ عارف لو السيستم كيرف ده لازم تبقى مظبوطه؟ هيبقى في فرق. طب اقول لك على حاجه، لو السيستم كيرف طلع شويه كده هيبقى في فرق. هو كده ان هو مرض قريب من نقطه التفرقه ما بين الكيرفين. وصل كده؟ على ما يمر النقطه قريبه من نقطه التفرقه بين الكيرفين، لكن الفرق ايه؟ بسيطه جدا. هو بيقول لك ان انت عندك بامب شغاله عند تدفق 40 متر في السكن وهيد مقداره ولا مقداره كام؟ 22 متر. كام النت بوست سكشن هيد ريكوايرد في الحاله دي؟ 3.2 الفريكشن فاكتور ب 2 ملي. بيقول لك لو كانت دي اتموسفيرك على ضمه 10 متر ودي فيبر على ضمه ربع، قطر السكشن 20 سم وطول السكشن 6 متر. بيقول لك لو السكشن لاين ده فيه 5 مركزات اعتقد ان الدور اعتقد ان السكشن مليان ميه. المهم بغض النظر هو ايه؟ هو في فرق البوسس فيه بتبقى 4 في سكوير على الكل، وفي لوسس بتحصل في بين كوع يعني الدرجه 1 و3 1 و2 من 10 في سكور على الكل. بيقول لك هات لي اقصى ارتفاع تتحط عليه المضخه بيقول لك البوست كابيتيشن، وعايز الهيد حاجه اسمها هيد مرمتك. عارف خلاص؟ حد عارف المرمتك؟ طيب الاوت كده هو تقريبا، تعال نرسم تصور كده للبمب. لو فرقنا من البمب وادي المستوى اللي بتسحب منه، وادي ايه؟ بتطلع في لون الشمس. ده الارتفاع اللي هو عاوز يطلعه، اقصى ارتفاع عشان ما يحصلش كابيتيشن. وهنا حط في الفود فرق، وهنا ده الكوع بتاعك. حتى انت بتقول عمال لما الزد افيلابل بتساوي الزد هيد. افيلابل اكبر من الوقت عشان تسحب كابيتيشن. زي ما الباشمهندس بيقول لنا لو الاثنين تساوي مع بعض الليل ممكن ايه؟ يرموا في البدايه. يعني الحاله اللي هو عاوز يطلعها اللي هو اقصى ارتفاع تمام؟ الحاله دي عندها النت بوزيتيف سكشن هيد افيلابل يساوي النت بوزيتيف سكشن هيد ايه؟ ريكوايرد. الكلام ده المفروض بيساوي بي اتموسفيريك على جرما ناقص بي بيبر على جرما ناقص الاتش بلس اللي بتحصل في خط السكشن ناقص ايه؟ ناقص الزد. ناقص الزد ماتش. خلي بالك سويت افيرال بريكوايرد الزد ما تخليهاش زد وتسكت. دي كده اسمها اقصى زد. طيب هتلاحظ ان دي اتموسفيرك وفي فيبر والكلام ده كله معاك. يعني ده معاك اللي هو يعتبر 10 ناقص ربع. والريكوايرد ده بكام؟ ب 3.8. لو كده قدرت تجيب اللوسس يبقى ايه؟ يبقى يتحل. طب اللوسس عامل ايه؟ قانون المعروف. حد فاكره؟ على دي كيو لسه كاتبينه 40 مره. اف اف ال على دي كيو اف اف ال على دي زائد سميشن كي صاجر. يلا حد زائد
هنا ممكن نقول ايه بقى 8 كيو سكوير على باي سكوير ديامتر 4 عدد ايه؟ عدد الجاذبيه. مطلوب ان الريكشر بتاعته معايا اللي هو 2 من 100 وطول الماسوره بتاع السكشن سيتابك ده معاك وده معاك وقطر الماسوره رقم 20 سم. الكيو اديها لك بكام؟ 40 لتر. خلي بالك من ايه؟ اللتر القطر معاك. سميشن الكيو ايه؟ اللي هي الفود فالف والبنت. طب مش هنتكلم جدا ليه؟ مش هو اصلا بيقول لك ان عدد بل دي الكي اللي جنب القانون مش احنا عارفين ان الماين اتش ماين كان بيساوي ايه؟ كي في سكوير على ايه؟ جي جي. يبقى اللي جنب في سكوير على جي جي هو مين؟ كي. هو الكي. يبقى كي باربعه وكي واحد واتنين من عشره يعني كام؟ كلهم مع بعض 5.2 5.2 الكي دي 5.2 طيب الكلام ده كله في الاخر خالص هنا بيطلع لك السيلف ماكسون رقم القيمه دي هتنسخ وليكن نفترض مع بعض الناس عاملين ده يعني ايه هو احنا ليه بنطلعها؟ بنطلع الرقم ده ليه؟ حلو ليه بقى؟ بس كده عشان لما اجي اركب ده يعتبر حدود ايه؟ الكالكوليشن، لما اجي اركب مقاييس عن 7 صح؟ اركب ادنى من 7 يعني ايه؟ يعني لو دي 7 لا احطها انت مثلا 6 حلو جدا؟ احطها انت 6 عشان ما يحصلش كالكوليشن. طيب ايه بقى المانومتريك مش عارف هيبت ده؟ المانومتريك هيبت ده باختصار ان انا لو عندي النمره ايه؟ النقطة اللي قبل وبعد المضافة سمي دي سكشن مش سكشن شورت اللي هي جاست بيفور جاست ايه؟ جاست اب. النقطة دي كلمة مانومتريك يا جو ايه اللي بيقيسوا المانومتريك؟ طيب اسمها مانومتريك بيقيس ايه؟ بيقيس ضغط. طيب هل حد يقدر يقول لي ان دي سكشن ناقص دي سكشن على نقطة ده اللي هيقيس المانومتر ما بين قبل وبعد ما دخل مطر هو ايه ده؟ هو الهيم بام ولا لا؟ هو الهيم يعني فرق الضغط ما بين قبل ما دخل مطر وبعد ما دخل مطر شو ده الهيم بام؟ هو بشكل عام لا ليه لا؟ ليه لا؟ مش احنا اتفقنا ان المضخه بتدي طاقه للحياه يعني بتدي سرعه وضغط وتمشي بتدي طاقه بشكل عام صح؟ طيب هنا في الحاله دي عشان نقدر نعمل علاقه ما بينهم نعمل ايه؟ طب والعلاقه مش كويسه ما بين قبل وبعد المضخه مش بمعنى نقدر نقول في سكشن على جرح زائد في سكشن سكوير على الجنجي زائد الفيجا على الاستكشر زائد الجلد يعني الموضوع الكلام ده بيساوي بي بس الشورت على الجرم زائد بي بس الشورت سكوير على الجنجي زائد الزد بس الشورت. هل في نقص ما بين الاستكشر والاستكشر؟ لا طبعا. هل في بايد لاين نقص؟ في بايد لاين نقص؟ بتقول لي طب ومش بيحصل نقص جوه المدخره؟ رغم خلي بالك ما هو ده الهيد الصافي اللي بيطلع يعني ده بعد النص بعد بعد المعادله دي لو جينا قعدنا نكتبها هيطلع اللي هو بمعنى تعالى كده حط الهيد بامب دي في جنب يبقى الهيد بامب بيساوي في ديز شورت ناقص في ساكشن على زائد في ديز شورت سكوير ناقص في ساكشن سكوير على جي زائد في زائد اسف ديز شورت. مش هو نفس المستوى يا باشمهندس؟ مش الزد قبل هي تزد بعد؟ انا عندي معنى المعادله دي ان الجات بامب دي ها بتترجم في صوره ضغط وسرعه وانرجي. لو انت وصلت على الحته بتاعت المساله كلها لا هتلاقي ان مفيش معلومه لا على السرعه فعلا ولا على مين ولا على الانرجي. احنا ممكن هنا نعمل تسهيل يعني الى سي
ايه الاسيوم اللي اتغير لك دي؟ ايه الاسيوم اللي اتغير لك؟ بس اسيوم منطقي ما تهبلش يعني. مين قال لك؟ خلي بالك احنا عندنا منطقتين، فلو المنطقتين مش على نفس المستوى فانت لو خدت واحده اديتها المنطقه كده كده لا، في اسم لو قلته خلاص يبقى راح، لو قيمه دي راحت. اللاين بامب تمام، اللاين بامب انت بتسحب وبتطرد على نفس ايه؟ على نفس المستوى. فهنا لو عملنا فرض اللاين والكلام ده تكتبه، لو عملتها بصفر على طول كده وايه واي كلام اهو، اللاين بامب يعني ايه؟ يعني المستوى اوسط. ايه الفرض التاني الواقعي؟ الفرض الواقعي اللي انت بتفرضه مش اي فرض مستمر اللي يخلي لك ده صفر. عارف ايه؟ ان كنت الستراكشر بكتر بالمشوار. صح؟ لان المنطق والمايكروبيولوجي لو كتر الستراكشر هو كتر الستراكشر هيبقى سرعه بتاعت الدخول هي سرعه الخروج. صح؟ وبالتبعيه هيبقى فرق السرعات بكام؟ فرق السرعات اللي بصفر. علشان خاطر في ناس كتيره تقول لك ايه؟ اسيوم ان في شارج بتساوي في سكشن بتساوي صفر. يروح واخد هو صفر. تمام؟ ليه بقى؟ لان هو لا في سكشن بصفر ولا في شارج بصفر. هو الفرق اللي ما بينهم هو اللي بصفر. تمام؟ مش هو مش القيمه بتاعتها صفر. فساعتها ممكن الحاله دي كل اللي بس دي في حاله واحده يا جود. صح؟ لو حصل اي اختلاف في ده ما يحصلش كلام. اقول لك على حاجه، امتى يبقى في فرق ديفيجن في الحاله دي؟ امتى يبقى في فرق ديفيجن؟ لو انت ساكشن. صح؟ لو انت ساكشن هو بيسحب كده صح وبيطرد في مستوى هنا صح، ففي فرق وان كان صغير بس في فرق ولا مفيش؟ في فرق برضه. المضخات اللي بيكون اكترها بتاعت الساكشن غير بتاعت الديسشارج. الديسشارج في مضخات اللي هي كتر الساكشن اكبر من الديسشارج، ساعتها سرعة السكشن مش هتساوي سرعة السكشن، فساعتها يبقى ليها الكينيتيك. صح كده؟ وإن كان صغير بس ستيل هو إيه؟ هو موجود. تمام؟ فساعتها الهيد بامب بتساوي المعلومات اللي كانت في الحالة دي. طيب